السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم مهندس حسام من قناه حسام ميرا للرياضيات. باذن الله موعدنا النهارده في الحصه الاخيره على الدرس السادس والاخير طبعا في فرع حساب المثلثات لطلاب الصف الاول الثانوي. بنهايه الدرس ده ان شاء الله يبقى احنا خلصنا الجبر بالكامل، خلصنا حساب المثلثات بالكامل، فاضل لنا الوحده الثانيه هندسه، ويبقى خلصنا الرياضه الخاصه بيك بالكامل بامر الله. هنحل طبعا تمارين الدروس كلها زي ما احنا متعودين. في بعض التمارين ما حليناش فيها المستويات العليا، ولكن هننزلها ان شاء الله مع المراجعات والمحافظات اللي نازله جديده السنه دي. عايزين نهتم بالمراجعات دي والمحافظات الجديده، وبامر الله ناس كتير طلبت مني نعمل مراجعات. هحاول ان شاء الله نعمل مراجعات خلال كل شهر على المنهج الخاص بالشهر بامر الله. ننزل لك حصه او اتنين كده فيهم حصه تلخيص زي ما متعود دايما، حصه تلخيص للجزء اللي انت هتشتغل فيه، وحصه حل على اهم التمارين اللي ممكن تقابلك. لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو طبعا عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. كالعاده لو محتاج ملازمه الشرح الخاصه بيا تبعت رساله واتس على الرقم اللي موجود قدامك على الشاشه او الرقم اللي موجود في وصف الفيديو. ابعت لي رساله هقول لك كل تفاصيل الملازم، هي بمبلغ رمزي بسيط جدا بامر الله. درس النهارده درس تافه جدا ودرس مش جديد، وهو مرتبط بالدروس اللي انت خدتها كلها، اللي هو اجابات قياس زاويه بمعلومات احدى النسب بتاعتها. يعني ايه؟ هو يدي لك نسبه ويقول لك هات لي الزاويه. بمثلا جا سيتا بتساوي نص، هنشتغل بالطريقه التقليديه جدا جدا، ده درس الاله الحاسبه. فهنا الجام مجابه فين؟ والله يا باشمهندس الجام مجابه في ربعين، في ربع الاول وربع الثاني. وبعد كده قلت لك ايه الزاويه اللي الجا بتاعها بنص؟ فهتقول لي يا باشمهندس هي الزاويه 30. ففي الربع الاول الزاويه زي ما هي تبقى 30 درجه. طب في الربع الثاني فاكر بتبقى 180 ناقص 30 يعني 150 درجه. يبقى الاجابه بتاعتي 30 و150. تعال كده نعمل تقسيمه الارباع، هنا الزاويه زي ما هي سيتا، هنا في الربع الثاني 180 ناقص السيتا، في الربع الثالث 180 زائد السيتا، في الربع ده 360 ناقص السيتا، يبقى انا جبت كده كل الزوايا اللي هو عايزها. طيب جتا سيتا، والله الجتا هنا سالبه، فالجتا سالبه فين؟ في الربع الثاني والربع الثالث. جميل جدا. ايه الزاويه اللي الجتا بتاعتها بواحد على جذر 2؟ ماليش دعوه بالسالب. فتقول لي يا باشمهندس الزاويه 45، تمام. طب في الربع الثاني 180 ناقص الزاويه، يعني 180 ناقص 45 ب 135 درجه. طب في الربع الثالث 180 زائد الزاويه، يبقى 180 زائد 45 ب 225 درجه. نفس اللعب، يلا الظا سالبه، فالظا سالبه في الربع الثاني والربع الرابع. طب ايه الزاويه اللي الظا بتاعها بجذر 3؟ ماليش دعوه بالسالب ده خالص، يبقى السيتا بتساوي الظا 60، لان الظا 60 بجذر 3. طب في الربع الثاني 180 ناقص 60 يعني 120 درجه. طب في الربع الرابع 360 ناقص 60 يعني 300 درجه. كل الدرس بالشكل ده. قطع سيتا بسالب 2، مالكش دعوه بالقطع، القطع مقلوب الجا، يبقى الجا سيتا بتساوي، لما شقلب السالب 2 فتبقى سالب نص. برضه الجا سالبه، فالجا سالبه فين؟ في الثالث والرابع. طب ايه الزاويه اللي الجا بتاعها بنص؟ هي الزاويه 30 درجه. طب في الثالث 180 زائد 30 يعني 210. طب في الربع الرابع 180 ناقص 30 يبقى 150 درجه. الزاتا سيتا بتساوي الكلام الغريب ده، مفيش ادنى مشكله. انت بتتعامل مع الزاتا؟ لا، فانا هتعامل مع الظا، فممكن اقول ان ظا سيتا مقلوب الكلام ده، يعني سالب 1 على 8 علامة 6 4 2 1. طب هي الظا سالبة فين؟ والله يا باشمهندس الظا سالبة في التاني والرابع. كل شغلي إن أنا أحط الرقم ده على الآلة الحاسبة وأبدأ أجيبه. بص هتعمل إيه على الآلة؟ أنا معاك أهو شيفت تاني، وهكتب 1 على 8 علامة 6 4 2 1، فيطلع لي رقم هو الزاوية الحادة 6 36 وشوية. بس انا عايز اللي في الربع الثاني يعني 180 ناقص الانصر. وصلت معايا؟ وصلت. يبقى بالنسبه لي في الربع الثاني هتبقى الزاويه 173 درجه 23 دقيقه 58 ثانيه. طيب في الربع الرابع هترجع بس للاله وتعمل شيفت تاني 1 على 8 علامه 6 4 2 1 عشان تبدا تجيب الزاويه ثاني. انت عايزها في الرابع يبقى 360 ناقص الانصر. هتطلع معاك بالشكل ده 353 درجة 23 دقيقة و 58 ثانية. يبقى انت كده جبت الزوايا بتاعتك، ولو فعلا حطيت الزوايا دي على الآلة هيطلع لك الناتج ده. طيب خلينا نسيب الآلة. الجا سيتا بتساوي الرقم ده حيث سيتا ما بين الصفر وال 360، يعني برضه الأربع أرباع. طيب هي الجا مجابة فين؟ والله يا باشمهندس مجابة في الأول ومجابة في الثاني. فالأول ده هي نفس الزاوية اللي هتطلع من على الآلة، هيبقى شيفت ساين نفس الرقم ده علامة 7 4 2 1.
فطلعت الزاوية بتاعتي بعد ما بعمل فواصل 47 درجة 54 دقيقة 38 ثانية. طب في الربع التاني 180 ناقص الأنصر، يعني 180 ناقص الزاوية اللي طلعت لي اللي هي 132 درجة 5 دقايق و21 ثانية. طيب اللي بعدها، الجتا بتساوي عدد سالب. هي الجتا سالبة فين يا باشمهندس؟ الجتا سالبة في التاني والتالت. هات لي الزاوية الحادة الأول، شيفت كوزاين الرقم ده وهو موجب 6 4 2. فطلعت الزاوية الحادة على الآلة 50 درجة 3 دقايق 32 ثانية، بس أنا مش عايز دي، أنا عايز اللي في التاني، يبقى 180 ناقص الزاوية اللي طلعت لي من على الآلة، فهتطلع معاك 129 درجة 56 دقيقة 28 ثانية. طب عايز اللي في التالت، فهتبقى 180 زائد الزاوية اللي إحنا كتبناها دي، 50 فواصل 3 فواصل 32 فاصل، فتطلع معايا ب 230 درجة 3 دقايق و32. أو ممكن تعمل شيفت كوزاين نفس الزاوية دي علامة 6 4 2 يطلع لك الزاوية الحادة، في الربع الثالث هتقول لي 180 زائد الأنصر، هتطلع هي بالظبط 230 3 و32. طيب الزطا، والله يا باشمهندس الزطا دي مقلوب الظا، يبقى أنا هحسب الظا الأول، فهشقلب العدد ده يبقى سالب 1 على 2 علامة 7 0 12. هي الظا سالبة فين؟ والله يا باشمهندس الظا سالبة في التاني وفي الرابع. هبدأ أجيب الزاوية الحادة الأول، يبقى شيفت تان العدد ده بالموجب 1 على 2 علامة 7 0 1 2. فتطلع الزاوية الحادة معايا كده، سجلها كده، 20 درجة 18 53. تمام؟ تمام. أنا عايز اللي في التاني يبقى 180 ناقص الأنصر، يبقى أول زاوية فعلية ب 159 درجة 41 دقيقة وقول 7 ثواني. طب أنا عايز اللي هي في الرابع، يبقى 360 ناقص الزاوية دي اللي هي 20 فواصل 18 فواصل 53 فواصل، هتطلع معايا ب 339 درجة 41 وبرضه 7. يبقى هي دي الزاوية اللي هشتغل عليها. اخر واحده في الجزئيه دي، القاء مقلوب الجتا، يبقى انا ممكن اقول ان جتا سيتا بتساوي 1 على العدد ده. والله الجتا موجبه في ربعين، هما الربع الاول والربع الرابع، فالاول ده سهل، بجيب الاله شيفت كوزاين العدد ده على طول، 1 على 2 علامه 0 سوري 1 على 2 علامه 0 5 1 5، فيطلع معاك الزاويه ب 60 درجه 49 37. طب انا عايز اللي في الرابع، يبقى 360 ناقص الانصر، يبقى 299 درجة و10 و22. يبقى هي دي كده يا باشمهندس الزوايا اللي انا هشتغل عليها. تمام، ده كده نوع اسئلة، نوع بسيط جدا وسهل جدا وهو يعتبر عصب الدرس بتاعك. همسح السبورة واعرض لك نوع تاني من الامثلة، هما ثلاث انواع هناخدهم ان شاء الله على ثلاث سبورات ويبقى الدرس انتهى، ودرس سهل جدا بس انا عايز استفيد لك فيه واحل لك كل حاجه ممكن تقابلك. تعال امسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. النوع الثاني من الاسئله اللي هو السؤال ده وده، يعني حاجات تافهه خالص. هو بيقول لي انا عايز منك قياس اصغر زاويه موجبه، فهنا انا مش شغال في الاربع ارباع، لا ده انا شغال في اقل ربع. بمعنى ايه؟ يعني بيقول لي جا سيتا 6 من 10، هي جا موجبه فين؟ في الاول والثاني، وطالما قال لي اصغر زاويه باخد الربع التلاقي اللي هو الاول، يبقى مباشره شيفت ساين 6 من 10، فتطلع الزاويه معايا ب 36 درجه 52 دقيقه 12 ثانيه. هل احسب دي؟ لا ملهاش اي لازمه لان هو عايز اصغر زاويه. طب الظا نفس الفكره، الظا موجبه في الاول وفي الثالث، هو عايز اصغر زاويه يبقى في الاول، شيفت تان 2 علامه 4 5 7 7، هتطلع معايا الزاويه يا باشمهندس 67 درجه 51 دقيقة 34 ثانية، مش محتاج دي. طب الجتا نفس الفكرة، موجبة في الأول والرابع، يبقى أنا هاخد الأول بس لأن هو عايز أصغر زاوية، يبقى شيفت كوزاين علامة 7 8 6 5، فتطلع معايا ب 38 درجة 8 دقايق و25 ثانية. طيب من هنا بقى الكلام المهم، مش يعني مش صعب، القافي كذا خلاص، القاط ام قايل لي مقلوبها اللي هو الجتا، هقلب ده يبقى سالب 1 على 3 علامه 57. طب هي الجتا سالبه فين؟ في الثاني والثالث،
هو عايز اصغر زاويه، يبقى الزاويه اللي في الربع الثاني، يبقى انا هعمل شيفت كوزاين واكتب العدد ده بالموجب 1 على 3 5 7. فطلعت الزاويه الحاده يا باشمهندس ب 73 شويه. انا عايز ان في الثاني يبقى 180 ناقص الانصر، يبقى اذا الزاويه بتاعتي ب 106 درجه 16 تقريبا وصفر، يعني حاجه زي كده. خلاص طيب، الظا ده يا باشمهندس دي مقلوب الظا، فهنبدا نجيب الظا. سالب 1 على 1 4 6 1 2. هبدا يا باشمهندس الظا سالبه فين؟ ركز معايا، الظا سالبه في الثاني والرابع، وطالما اصغر زاويه يبقى انا في الثاني، يبقى شيفت ثاني اكتب 1 على 1 علامه 4 6 1 2. وطلعت الزاويه 34 وشويه، بس انا مش عايز دي، انا عايز اللي في الثاني، يبقى 180 ناقص العنصر. فطلعت معايا ب 145 درجه 36 دقيقه وتقريبا 49 سنة. القطع نفس الفكرة، مقلوب الجا، يبقى الجا سالب 1 على 2 على 5 4 6 6. الجا سالبة فين؟ في الثالث والرابع. هجيب الزاوية الحادة، يبقى شيفت ساين 1 على 2 على 5 4 6 6. فطلع ده الرقم اللي هو 23 وشوية، بس أنا عايز اللي في الثالث يبقى 180 زائد الأنصر. ليه الثالث؟ لأنه عايز أصغر زاوية. فطلعت معايا ب 203 و7 و17، هي دي الزاويه بتاعتي. النوع الثاني نوع لذيذ كده وسهل، بيقول لي سيتا بتساوي جا سالب 1 جا زائد على 2، يبقى سيتا بتساوي كام؟ 60. يا باشمهندس ازاي بس الله يكرمك، مش جا زائد على 2، لا هو بيقول لك جا سالب 1، دي اللي انت كتبتها على الاله، هتعمل شيفت ساين هتكتب لك ساين سالب 1، وهتقوم كاتب جذر 3 على ال 2 خلاص، وهتطلع تضغط يساوي هتلاقيها طلعت ب 60. يعني كانه بيقول لك ايه الزاويه اللي الجي بتاعها ب جذر 3 على 2. لو الصاب بتساوي جا 90 ناقص سيتا، يبقى سيتا بتساوي ايه؟ طيب تعال نفك دي، 90 ناقص في الاول و90 هتغير الجا، هتخليها جتا سيتا. طب لو انا عايز اوصل للسيتا، يبقى شيفت كوزاين الناتج اللي بره، يعني هتبقى ايه؟ جتا سالب 1 صاد، ودي اللي هتلاقيها في الاختيارات. تاني لو انا معايا مثلا جتا سيتا بتساوي نص، عشان اوصل للسيتا بكتب على الاله شيفت كوزاين، يعني كوزاين سالب 1 وبقوم كاتب نص، ما هي نفس الفكره، انا عايز اوصل للناتج ده اهو، انا كتبت كوزاين سالب 1 الناتج اللي بره، يبقى كوزاين سالب 1 الناتج اللي بره. بيقول لي جا سالب 1 7 من 10، وانا اخاف هكتب على الاله شيفت ساين واكتب 7 من 10، فتطلع لي الزاويه اللي انت تعملها على الاله كده شيفت ساين، فيكتب لك ساين سالب 1، وتقوم انت عامل علامه 7 من 10، فيطلع لك الزاوية بتاعتك ب 44 درجة 25 دقيقة و 37 ثانية. طب ديك نفس الفكرة بالظبط، بيقول لي جا سالب 1 جذر 3 على 2، هكتبها زي ما هي كده شيفت ساين عشان يكتب لي جا سالب 1، واكتب جذر 3 على 2، أو إيه الزاوية اللي جا بتاعها بجذر 3 على 2 يبقى 60. طب جتا سالب 1 إيه الزاوية اللي جتا بتاعتها بنص برضه ب 60، يبقى 60 و60 بكام؟ ب 120. طب دي يا باشمهندس بيقول لي جتا نص درجة بجتا سالب واحد نص، هي دي تفرق عندي؟ اه طبعا، دي لما تكتبها على الآلة هتكتب كوزاين نص عادي جدا، انما لما تكتبها على الآلة هتضغط شيفت وبعدين كوزاين، فيكتب لك كوزاين سالب واحد نص. تاني دي يا باشمهندس هتبقى كوزاين نص مباشرة، انا هكتب على الآلة كوزاين نص، في عشان اكتب ده على الآلة لازم اضغط شيفت كوزاين، شيفت كوزاين وبعدين اضغط نص، تضغط يساوي، فطلعت لك معاك 59 99 اللي هي بالتقريب يبقى 60 درجه. فده كده نوع برضه مهم من المسائل، وده يعتبر النوع الثالث. النوع الاخير بقى السبوره الاخيره ان شاء الله معانا، حتى لو زودنا مسالين ما فيش مشكله، هيبدا يربطها لك بدائره الوحده ويجيب لك مثلث ويقول لي هات لي قياس الزاويه دي، شغل تافه جدا وبسيط، فتعال امسح السبوره ونشوف الجزء اللي بعده. نختم بقى بالانواع الاخيره من الامثله اللي هي اللي قدامك على السبوره دي، ومش هتلاقي اي افكار ثانيه بامر دي. هنا انا سايب له مثلث بيقول لي انا عايز منك قياس زاويه سيتا، طالما انت عارف ضلعين في مثلث قائم السيتا باسهل ما يمكن، حدد بس الاضلاع، دي السيتا، ده مين؟ ده المجاور. وده مين؟ اللي في وشها اللي هو المقابل، يبقى اقدر استخدم الظا. يبقى اذا ان الظا سيتا بتساوي مقابل ب 8 على مجاور ب 5. عشان انت عرفت الظا اعمل شيفت تان 8 على 5 على الاخر. فتطلع معاك ان الزاويه ب 57 درجه 59 دقيقه و40 ثانية تقريبا، خلاص؟ طب دي نفس الفكرة، اللي مثلث قائم اهو، اللي وصل ال 90 ده الوتر، واللي جنب الزاوية ده المجاور، مجاور ووتر يبقى جتا، يبقى جتا سيتا، المجاور على الوتر يعني 7 على 9،
يبقى انا بالنسبه لي شيفت كوزاين 7 على 9، فتطلع الزاويه 38 درجه 56 دقيقه 33 ثانيه. تمام. دي اشكال المثلث بايا كانت بقى اللي انت هتحتاجه. دي جميله، بيقول لي ا ب ج مثلث فيه جتا ا بكذا ظ ب بكذا، عايز كذا زاويه. مركز معايا، الجتا ا هنا سالبه، فتقول لي الجتا سالبه فين؟ والله الجتا سالبه يا باشمهندس في الثاني والثالث، بس طول ما انت شغال في مثلث انت شغال في ربع الاول والثاني بس. ليه؟ عشان الزاويه ما ينفعش تعدي 180، يبقى انا هستبعد الثالث، يبقى انا عرفت ان زاويه ا في ربع الثاني. فهعمل ايه؟ هكتب شيفت كوزاين العدد ده علامه 5 8 0 7، فطلعت لي ب 54، دي الزاويه الحاده، انا عايز بقى اللي في ربع الثاني، يبقى 180 ناقص العنصر. وفي اي مثلث لما تلاقي جتا سالبه اعرف ان الزاويه منفرجه، دي معلومه ليك. يبقى اذا زاويه ا بتساوي 125 درجه 29 دقيقه 59 ثانيه. خلاص؟ طيب عايز زاويه ب بنفس الطريقه، ظ ب، الظ موجبه في الاول والثالث، بس برضو انا في مثلث يبقى ما ينفعش يا باشمهندس استخدم الثالث، يبقى اذا الزاويه في الربع الاول. يبقى شيفت تان دوت 4 5 7 8، فتطلع معايا زاويه ب ب 24 درجه 35 دقيقة 53 ثانية. يبقى عشان اجيب زاوية ج 180 ناقص مجموع دول، يعني 180 ناقص افتح قوس 125.29.59، زائد 24.35.53، فيطلع الناتج معايا ب 29 درجة 54 دقيقة و8 ثواني، هي دي زاوية الجيم اللي أنا بدور عليها. النوع الأخير من الأمثلة اللي هو مرتبط أوي بالزاوية المنتسبة، وده حلينا عليه كتير أوي، فأنا مش عايز أدخله في الدرس أصلاً يعني، ولكن جبت لك مثال عليه. بيقول لي ظا ثيتا ب 4 على 3 حيث ثيتا أكبر زاوية موجبة. طيب دي كلمة مهمة. هي هنا الظا موجبة لأن 4 على 3 موجب، فالظا موجبة في الأول والتالت، وطالما أكبر زاوية موجبة يبقى أنا شغلي في الربع التاني. أنا هبدأ أقسم المثلث في الربع التالت، أدي ثيتا. المقابل بـ4 والمجاور بـ3، بس خلي بالك ده على محور مين؟ السينات السالب، حط سالب. ده على محور مين؟ ده قصاد صاد السالب، يبقى في هنا سالب. 3 4 يبقى الوتر بكام؟ بـ5. عايز بيقول لي قيمة ألفا، طب ما تيجي نحسبها. أدي جا ألفا هيساوي جا 150 اللي هي بنص، والجا تطرد السالب بره، يبقى دي سالب جا ثيتا زائد 5. 180 زائد ده في ربع التالت، والقطع سالبة يبقى في إشارة سالب، وال 180 ما اتغيرش يبقى دي قطة ثيتا. في ظا 225، ظا 225 اللي هي ظا 180 زائد 45، يعني بتكافئ ظا 45 بواحد او اكتبها على الآلة. يبقى انا وصلت للشكل ده، يبقى سالب نص في الجا ثيتا. طب انا اعرف اجيب الجا ثيتا مقابل على وتر، يبقى سالب 4 على 5 زائد او بقى خليها موجب في سالب بسالب، وادي الخمس. القطة دي مقلوب مين؟ مقلوب الجا. طب ما انا لسه يا باشمهندس جايب الجاب سالب 4 على 5، لما اقلبها يبقى سالب 5 على ال 4. سالب في سالب بموجب، 1 في 4 ب 4 و2 في 5 ب 10. سالب في سالب برضه بموجب. ال 5 هتروح مع ال 5 يعني بالنسبه لي ربع. يبقى دي بتساوي 1 على 10، 1 على 10 ولا دي 4 على 10؟ معذره، لا سالب 1 في سالب 4 موجب 4، يبقى دي 4 على 10. يبقى انا بالنسبه لي معايا 4 من 10 زائد ربع اللي هو 25%، فيطلع معاك ب 65% من الناتج. طب انا عايز الجا، خلي بالك هو بيقول لك 6 من 0 و2 باي، يبقى الجا ده قيمتين، يا اما في ربع الاول اللي هي الزاويه اللي هتطلع من على الاله، يا اما في ربع الثاني لان الجا موجب. يبقى شيفت ساين علامه 6 5، فتطلع الزاويه الاولى معاك ب 40 درجه 32 دقيقه 29 ثانيه. طب الزاويه اللي في الربع الثاني بيبقى 180 ناقص ناقص الانصر، فتطلع معاك ب 139 درجه 27 دقيقه و30 ثانيه، يبقى انا كده جبت قيمه الالف. السؤال الاخير بيقول لي ا ب قطعه مستقيمه حيث ا ب 3 و0 ب 7 و3، عايز تقيس الزاويه الحاده المحصوره بين ا ب ومحور السينات. طيب تعالى كده نرسم رسمه صغيره كده عشان نفهم احنا بنعمل ايه. الألف 3 و0 يعني على محور مين؟ على محور السينات، يعني دي 3 و0 اهي، دي نقطة ألف اللي هي عبارة عن 3 و0.
نقطة ب بسبعة وتلاتة، يبقى أنا هتحرك سبعة هنا على السي وهطلع قصاد تلاتة من على الصاد، وليكن بالشكل ده كده أهو. لو هنا كده يبقى دي نقطة مين؟ دي نقطة ب، دي عبارة عن سبعة وتلاتة. فهو عايز الزاوية المحصورة ما بين أ ب اللي هو القطعة المستقيم وأ ب، وقال لك الزاوية الحادة، يبقى إذا هي الزاوية دي ومحور السينات. طب ما ده مثلث قائم. طيب مش هي النقطة دي سبعة وصفر؟ أنا اتحركت من ال ب من سبعة، يبقى اتحركت من التلاتة للسبعة، يبقى إذا المسافة دي أربعة، التلاتة بقت سبعة. طب مش أنا طلعت الحتة دي هي الحتة دي اللي هي تلاتة؟ أه. طب ما دي تلاتة دي أربعة دي خمسة. اختار أي نسبة بقى تعجبك، وليكن يا عم الجاسي. الجاسي طب مقابل على وتر، تلاتة على خمسة. فأنا هعمل على الآلة شيفت ساين تلاتة على خمسة، تطلع هي الزاوية دي، يبقى بالنسبة لي بستة وتلاتين درجة 52 دقيقة 11 ثانية. خلاص؟ ما كنتش عايز احسب الوتر، كنت استخدمت الظا، يبقى الظا سيتا مقابل على مجاور، يبقى 3 على 4. لو عملت شيفت تاني 3 على 4 وانا معاك اهو، طلعت نفس الزاوية بالظبط اللي هي الزاوية دي. بكده يا باشمهندس يبقى الحمد لله كده خلصنا في درس النهارده، درس سهل وبسيط، ذاكره كويس، اسئلته سهلة، تمرين ان شاء الله مش كلها على بعضها ان شاء الله، اختار المقال المستقل اللي مش هتاخد معانا ساعة بأمر الله، فنحلها كلها ويبقى انتهينا من الدرس ده ان اراد ربي. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى يكون تفيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومات سهله وبسيطه. ان شاء الله هنتقابل مع الوحده الثانيه بقى هندسه وختام المنهج بتاعنا زي ما وعدتكم ان شاء الله قبل نص 11. اتمنى اكون تفيدك للمره الثانيه، ويا ريت لو عجبك الفيديو تشيره عشان كل الناس تستفيد ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا.